من جديد كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من هنا من الأقصر مدينة الشمس، شمس الأهلي وشمس عائلة النادي الأهلي بتسطع من جديد. معي أحد أفراد العائلة الأهلاوية، يعني قبل ما يكون عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي هو واحد من جمهور النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي وأبناء العائلة الأهلاوية. طارق بيه قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، طارق بيه برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وبرحب بك في بيت من بيوت العائلة الأهلاوية، صرح جديد وركن جديد بيضاف لأركان البيت الأهلاوي في يوم تاريخي بتعيشه كواحد من جمهور النادي الأهلي وكواحد من منظومة العمل الإداري داخل النادي الأهلي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وبكل جماهير النادي الأهلي. النهاردة يوم من أيام النادي الأهلي الجميلة، النهاردة بتفتتح مولود جديد من مواليد النادي الأهلي. النادي الأهلي بعظمته وريادته وتاريخه من 1907، تاريخه الممتد شوف حضرتك بقى من 1907 كم إنجازات في تاريخ الكرة المصرية والرياضة المصرية بمختلف أنواعها. اللجنة الأولمبية أول اجتماع ليها كان في مقر النادي الأهلي، فالنادي الأهلي هو جزء أصيل من الحركة الرياضية والاجتماعية في المجتمع المصري. الحمد لله طبعا يعني ربنا وفقنا بالاشتراك مع شركة استادات، شركة وطنية بتعاون مع الدولة، ان احنا نفتتح فرع جديد للنادي الأهلي في الصعيد في مدينة الأقصر. حاجة الحمد لله مبشرة النهاردة طول النهار واحنا عاملين نتفرج على أهل الأقصر وفرحتهم بوجود النادي الأهلي، اللون الأحمر مغطي على الأقصر كلها النهاردة، فحاجة جميلة، حاجة بتدي نوع من الأمل الجميل لحركة الرياضة في مصر إنك تفتتح فرع جديد في مدينة في الصعيد. ده خطوة لفروع إن شاء الله تانية للنادي الأهلي في محافظات مصر المختلفة. دايما النادي الأهلي على مدار تاريخه ليه ريادة في كل أفكاره، في كل الحاجات اللي عملها في تاريخه هو بيسبق الحمد لله الجميع في خطواته لريادته، لأنه جزء كبير من نسيج المجتمع المصري اللي على إيده الحمد لله حركة الرياضة والحركة المجتمعية نشطت على مدار كل السنين الماضية والحالية والمستقبلية إن شاء الله. طارق بيه عايز اخد من كلام حضرتك، النادي الاهلي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وهو فصيل في من نسيج هذا الوطن، عايز يعني اخد حضرتك للنقطه اللي هو الخطوط المتوازيه النادي الاهلي بيسير فيها كما تسير الدوله المصريه اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي في ظل القياده السياسيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيش حاله من الطفره الانشائيه. الحمد لله عندك في النادي طفرة خلال السنوات الأخيرة، في طفرة إنشائية وفي طفرة رياضية، الحمد لله طفرة رياضية في مختلف الألعاب وفي كرة القدم الحمد لله توج النادي الأهلي بالبرونزية، رفع اسم مصر الحمد لله في قدام الدول العالم كلها، إن يوضع تيشيرت للنادي الأهلي في المتحف بتاع الفيفا، إن الفيفا تكرم النادي الأهلي بوصفه الأكثر حصدا للبطولات على مستوى العالم. حاجات كتيرة قوي حصلت الفترة الأخيرة بتبين الدور الريادي والحركة اللي بيقوم بها النادي الأهلي رياضيا. إنشائيا الحمد لله في فرع الجزيرة، فرع مدينة نصر، فرع الشيخ زايد بيشهدوا ثورة إنشائية لم تحدث من قبل. ثورة إنشائية في مختلف إنشاءات النادي الأهلي، إنشاءات ومنافذ وألعاب رياضية وأماكن لألعاب إضافية، اهتمام بالصغر وبالشباب اللي هو تحت السن وفوق السن من أول البراعم لما فوق، اهتمام غير طبيعي، أكاديميات عمالة تنتشر في ربوع مصر وإن شاء الله هيبقى الكلام ده في دول عربية أكثر وفي أفريقيا. عندنا رؤية كبيرة قوي للنادي الأهلي يستحقها النادي الأهلي، النادي الأهلي يستحق كتير لاسمه ومكانته وريادته في العالم كله. زي ما قلنا في مجلس الإدارة قبل كده عندنا رؤية النادي الأهلي 2045 اللي هي فيجن، أي مؤسسة كبيرة لازم يكون ليها رؤية مستقبلية لسنين قدام عايز توصل لإيه. عملنا خطوات كتيرة الحمد لله خلال الفترات الماضية زي ما حضرتك بتتكلم، خطوات إنشائية، خطوات رياضية، خطوات مجتمعية. تم إنشاء أول برضو نادي في مصر كمجتمع رياضي يعمل مؤسسة مجتمعية، الحمد لله تم إشهار مؤخرا مؤسسة الأهلي المجتمعية، هيكون ليها دور مجتمعي إن شاء الله رفيع في المجتمع المصري. فنادي الأهلي زي ما هو كان ليه الريادة في حاجات رياضية كتير قوي، الحمد لله بقى ليه الريادة في حاجات اجتماعية وإنشائية وخلافه، ليبقى دائما اسم النادي الأهلي مقترنا بالعظيمة مصر. استاذ طارق عايز اختم مع حضرتك بنقطه مهمه جدا، وانا عارف ان حضرتك من الاقرب الاقربين للكابتن محمود الخطيب كتير من الاوقات، بتبقى قريب منه في كتير من الاحداث، اكثر ما يشغل بال الكابتن محمود الخطيب؟
الحمد لله كابتن محمود الخطيب بيحرص على دايما على وحده مجلس الاداره، وحده النادي. ما فيش عندنا في النادي ما فيش فئات مختلفه، او ما فيش اللي هي بمعنى ادق ما فيش حاجه اسمها في تحالفات جوه النادي، كله تحت مظلة عائلة النادي الأهلي. ده اللي دايما كابتن محمود الخطيب بيحرص عليه، النادي الأهلي دايما متماسك بأعضائه بجماهيره، وإن دايما إن الأهلي يكون ليه الريادة في كل المجالات، وإن من الصغر الناشئ اللي بيلعب في النادي الأهلي اللي بيتربى جوه النادي الأهلي هو بيتعود على إنه لازم يكون رقم واحد على البطولة، هو ده النادي الأهلي. زائد طبعا الحاجات اللي إحنا هي دي اللي عمرت وستعمر دائما النادي الاهلي، مبادئه وقيمه واساسياته، زي ما بنقول في دايما في الشعار بتاعنا تاريخ مبادئ تطوير، تاريخ عظيم جدا يشهد به العالم كله بالنادي الاهلي ورفعته وسموه. مبادئ لا تتجزأ، ما بيحدش عليها النادي الاهلي، بتسمو على اي بطولات وعلى اي حد فينا مهما كان اسمه وقيمته داخل النادي الاهلي. المبادئ هي رقم واحد، هي اللي بتطبق دون النظر في تاريخنا كله كده، يعني ما بنحرصش ان على البطوله مقابل اهدار المبادئ، والحمد لله تحققت البطولات واستمرت المبادئ. تطوير طبيعي جدا ان الحمد لله بعر الرؤيه الجديده، طبعا مع تطور العصر لازم يكون للنادي الاهلي دايما له الرياده في حاجات كتيره جدا، فبالتالي لازم يكون في تطوير في انشاءات وخدمات واحوال رياضيه في كل النواحي المحيطه بالنادي الاهلي ودوره المجتمعي. دور النادي الاهلي المجتمعي مطلوب جدا، لان الحمد لله نسيج من الدوله. احنا ان شاء الله على يعني بعد النص الاولاني من السنه دي على شهر 8 تقريبا ان شاء الله هيكون في افتتاح فرع التجمع الخامس اللي هو فرع القاهره الجديده، برضو الدوله بتقوم بدور رفيع معنا في الانشاءات زي ما حصل هنا، زي ما بيحصل في مدينه نصر، على الحمد لله في تعاون غير طبيعي، وده ايمان برضو الحمد لله بالدوله بالدور الريادي والدور المجتمعي للنادي الاهلي. شكرا كطارق بيه، ودايما موفقين ومزيد من الانجازات او الانشاءات والتقدم للنادي الاهلي. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. شكرا.